دفعة 2025 ما تغلطش غلطة الدفعات اللي فاتت، وركز معايا في الفيديو ده كويس جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا جميعا بخير. اهلا بطلاب دفعة 2025، وده بإذن الله هيكون اول فيديو ليكو، وزي ما انا وعدتك اول فيديو هيكون بمفاجأة، ولكن ركز معايا جدا علشان في حاجة ضرورية عايز احذرك منها. بإذن الله أنا هكون معاكم في الجغرافيا، وبقدر الإمكان برضه هنكون معاكم بإذن الله في التاريخ زي ما عملنا مع الدفعة اللي فاتت، وما سيبناهمش غير عند باب الامتحان. ولكن يا طالب أدبي الله يكرمك ركز معايا علشان ما تغلطش غلطة الدفعات اللي فاتت. طب يا مستر، هو إيه الغلطة اللي معظم الطلاب بتوع أدبي بالذات بيقعوا فيها؟ بيركن لي مواد أدبي. يعني هي غلطة غريبة جدا. يعني مثلا يجي يقول لك الجغرافيا، لا يا عم الجغرافيا دي سهلة، نركنها على جنب دلوقتي ونركز مع التاريخ. فلسفة أقسم بالله لو حد من دفعة 2024 هم عارفين الكلام ده، لغاية ليلة الامتحان وما يعرفش الفلسفة دي بتقول إيه. هو ما يعرفش غير كلمة فلسفة، وحد يجي يكلمك هو أنت يا عم تتفلسف عليا، هو ده اللي يعرفه، لكن ما يعرفش أي حاجة عن الفلسفة. المنطق طبعا كذلك. فالله يكرمك خد الموضوع جد من البداية، سواء كنت طالب علمي او ادبي مش جد قوي، ومفيش حد بقى طبعا بيبدا اللي هو يلا هنعمل كل حاجه ونقفل ونجيب، لا، بس انا عايزك تهتم بكل المواد بتاعتك، عايزك تكون على علم ودرايه بكل المواد اللي عندك. طب ايه هي المفاجاه كابتن اللي هتقدمها لنا، او المفاجاه دي هتكون عباره عن ايه؟ بص يا معلم، انا هعمل لك جروب مجاني بالكامل، يا دوب تضغط على اللينك تخش. الجروب دوت هيكون خاص بطلاب ادبي، تاني خاص بطلاب ادبي. من خلال الجروب دوت يا عم انا بقول لك اهو، انا باخد ايدك علشان انا عايز اهتم بيك. دايما طالب الازهر بيشتكي انا محدش بيهتم بيا، وبالذات بقى كمان طالب ادبي يجي يقول لك محدش بيهتم بطلاب ادبي، انتوا دايما التركيز على علمي. لا يا عم، انا جاي اخدك من ايدك وبقول لك يلا بينا، انا عايز اخدك من اول السنه وههتم بيك. من خلال الجروب ده باذن الله هيكون في متابعه لطلاب ادبي، وبالاخص في مواد الجغرافيا والتاريخ. بإذن الله هنفتح مع بعض كده بعض الحصص نتكلم فيها عن منهج الجغرافيا، الدنيا بتاعته رايحة فين وجاية منين، وكذلك بإذن الله منهج التاريخ. كمان من خلال الجروب دوت هعمل لكم مسابقات كده ونلعب مع بعض ألعاب جميلة، وبإذن الله هيكون في جوائز للناس اللي هتكسب، والجوائز دي قد تصل إنك تخش المنصة معانا بشكل مجاني بإذن الله. حرفيا كده هتتدلعوا، يعني أنا بادئها معاك أهو بدلع، أنا بقول لك خش الجروب ده، كل اللي عليك إنك تدخله، وباذن الله هتلاقي اهتمام كبير جدا بيك كطالب ادبي. زي ما قلت لك هنعمل محاضرات نتكلم فيها عن الجغرافيا، عن الدول، عن الخرائط، كمان في التواريخ هنتكلم عن الشخصيات ومنهجنا رايح فين وجاي منين. ولكن كل اللي عليك تضغط على الجروب وتخش وتشير الجروب دوت لكل زمايلك. لينك الجروب هتلاقيه في الكومنتات وفي الديسكريبشن بتاع الفيديو، كل اللي عليك انك تضغط عليه وفورا هتنضم للجروب. هو هيكون طبعا على التليجرام او الابلكيشن بتاع تليجرام، لازم يكون عندك علشان تقدر تدخل الجروب، والموضوع سهل وبسيط وما فيهوش اي تعقيد. تخش الجروب تبعته لزمايلك تعرفهم الفكره، علشان اكبر قدر من الطلاب باذن الله يقدر يستفاد، ونقدر ان احنا نهتم بيكم ونقدم لكم موسم قوي جدا جدا، وباذن الله مع الكابتن هتضمن ال 40 درجه بتوع الجغرافيا وال 40 درجه بتوع التاريخ. وزي ما قلت لك ما تركنش الدنيا على جنب، ما تغلطش غلطه معظم الطلاب بتوع الدفعات اللي فاتت، وركز معايا كده وتعالى نبداها مع بعض واحده واحده، وانا بمد لك ايدي وبقول لك يلا، علشان باذن الله توصل للحلم اللي بتحلمه، وتبقى سنه كده خفيفه عليكم وعلينا احنا كمان، ونقدر ان احنا نقدم لكم موسم قوي جدا جدا جدا. شكرا لكم يا حبايبي، اتمنى ان اشوفكم كلكم في الجروب معايا، ونقدر ان احنا نعمل شغل كويس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم كابتن بدر حمزة.